اللي حضرتك شاركت فيها اثناء حرب الاستنزاف؟ هي حرب الاستنزاف لانه هي كانت حرب وفي نفس الوقت تدريب على المعركه الكبيره. اه طبعا هو ما هو كان وجودي في على شاطئ القناه ان انا اي عدو كان بيظهر قدامي في النقطه القويه او في شوارع الأنطرة شرق هو هدف ليك. فانا كان قدامي شارع اسمه شارع الكنيسه مقابل الموقع بتاعي. كان ده طبعا بالقناصه قفله، لا عربيه اسرائيل تعدي ولا حتى دبابه كانت بتعدي فيه. طول ما انا موجود احنا قعدنا في الموقع ده حتى نهايه ديسمبر ديسمبر 69 69 ثم انتقلنا بعد كده اللي هو انتقل الى منطقه الضفرسوار. فبرضو كنا في الضفرسوار في الفتره دي، انا مسكت سنتين ضابط استطلاع الكتيبه. والكتيبه احتلت مكانها في الضفرسوار. الضفرسوار كان فيه نقطتين قويه، كانت نقطه قويه اسمها بنسميها النقطه القويه القديمه ونقطه قويه بنسميها النقطه القويه الجديده لان الجديده دي انشات قدامنا بعد ما احتلينا الضفرسوار، بعد ما هم احتلوا، بعد احنا ما احتلينا، احنا ما احتلينا مواقعنا الجديده في بعد ما جينا مواقعنا. فانتوا عملتوا النقطه الحصينه او النقطه القويه الجديده دي. كان في نقطه قويه اسمها النقطه القديمه للضفرسوار، كانت دي في نهايه القناه مع البحيرات المره كانت قافله المكان ده. وبينها وبينها الثانيه حوالي 500 متر النقطه القويه الجديده دي انشات قدامنا، وشفنا هناك كان بينشوها ازاي يعني.